بالاعمال الصالحه. ربما انت عندك الصحه، ربما يا هنايا السيد اللي كتب السؤال باش يدير التوسل، هذا هو السؤال يعني. اذا التسول الحمد لله دينا بها فايده، الحمد لله التسول دينا من كلمة التسول بالعمل الصالح هو هذا. اما التوسل بالعمل الصالح، شوفوا التوسل ما معنى التوسل الى الله؟ ما معنى التوسل؟ ابتغوا الى الوسيله، ما معنى؟ ايه تتقرب الى الله باش بالوسيله، يعني وسيله التقرب الى الله باش تقرب لله باش. واحد يتقرب مثلا لمراكش باش باش باللوطو، واحد بالطياره الوسيله، واحد بالبيسكليت، واحد شكون يوصل في الساعه؟ اللي تمشي على رجلين ولا اللي يمشي على كرشو؟ ها آه؟ ولا كان الصاروخ؟ الصاروخ ها آه صاروخ. اذا انت غادي تقرب لله تعالى، باش غادي تقرب لله ما هي الوسائل باش تقرب لله تعالى؟ يلا الاولى واسمو هي؟ ايوا قولوا لي يا ودي. الاولى باش ان تتقرب الى الله بذاته، اللهم اني اسالك بك لا اسالك بغيرك، بك اسالك بك مباشره. الثانيه ان تتوسل الى الله باش وزيدوا الله ودي زيدوا باسمائه وصفاته، اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، اسالك باسمك يا حنان يا منان يا بديع الصمد ان تغفر لي. ها هو تقرب له بسماوته، تقرب له بالذات وبالاسماء. الثالثه باش بالصفات، رحنا قلنا الاسماء والصفات. الثالثه باش بالاعمال، تتوسل الى الله تعالى بالاعمال. الحادث المشهور في الاعمال واسمه هو الثلاثة الذين اووا الى غار، هم اللي تبلع عليهم الغار، قالوا اللي عنده شي عمل يتوسل به لله باش يفرج علينا. واحد اللي كانت جات عنده بنت عمه قال يا رب كانت عندي بنت عمي واحتاجت لي، وقلت لها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء فرج عنا، والحجره دارت. وذاك اللي كان عاودك بار بالوالدين ديالو وتفرج، وذاك اللي كان يعطي الحق ديال الخدامه ويعطي لهم عرقهم وتفرقوا مشاو خرجوا هما بثلاثه. اذا التوسل بذاته والتوسل بصفاته واسمائه زيد، والتوسل بالاعمال الصالحه الرابعه زيد. ايوا زيد ايوا زيد ايوا زيد على الوقت وراء الخلق ديالو. التوسل زيد بالاحياء من الصالحين. الله يخليك دعي معنا، الله يخليك ادعي معنا الشريف، راه ربي يحشم بهذاك الانسان اللي شبت الحياه للاسلام. ادعي معنا ودي سيدي العالم، ادعي معنا انت نوينا فيك الخير، ادعي معنا انت شاب نشا في عباده الله، ادعي معنا انت وليد صغير مازال ما درش السطاه، ادعي معنا في الليل الله يجزيك بخير، ادعي معنا. كان سيدنا عمر يمشي عند الوليدات الصغار يقول لهم ادعيوا لي الله، انتم مازال ما عصيتوش ربي. سيدنا عمر ايه يا ودي. ولذلك سيدنا عمر من اللي قاسم الجفاف داروا صلاه الاستسقاء وفد يده قال له يا رب كنا نتوسل اليك برسول الله لما كان حيا، اما وقد مات رسول الله فانا نتوسل بك، نتوسل اليك بعمه العباس، قم يا عباس فادعوا لنا. فقام العباس ولحيته بيضاء فدعا الله ودمعت عيناه فسقاهم الله مباشرة. السماء كانت صاحية ولا تشرشر. هذه اللي كنا نقول لها قبيلة التسول بالأعمال الصالحة، هذا التوسل باش بالمؤمنين، المؤمنين حيين. الآن التوسل الآخر، كان شي توسل أخر ما كانش بالذات ديال سيدي ربي، بالأسماء والصفات، بالعمل الصالح وبالأحياء، كان شي حاجة أخرى؟ ها؟ كي دار التوسل بالأولياء؟ كي دار التوسل بالأولياء؟ إذا عاود الأول توسل برسول الله، اللهم إني أسألك بنبيك، هذا توسل صحيح ولا ماشي صحيح؟ هذا فيه خلاف. لذلك أخدم أخدم أبا أخدم، أحسن وسيلة هي تخدم، أحسن وسيلة اللي تقربك من الله كما قال هذا السؤال، التوسل بالأعمال الصالحة. الأفضل الإنسان ومن يعمل ومن يعمل، الخدمة ديالك هي اللي تصيبها عند سيدي ربي تقربك لمولانا. ها من ذكرني في نفسي زين ذكرته في نفسي. اسمع أخويا